مرحبا خالة. أهلين. ماما اشتهتكم بزبدية الرز بحليب. تشتهي العافية إن شاء الله. قليلة ما بدنا هالغلبة مرة تانية، يعني إحنا ما بدنا عذابها. ولو يا خالي، عذابكم راحة. يلا بخاطرك. مع السلامة. ايه سيدي، بدك شيء؟ لا سلامتك. مين اللي دق الباب؟ مفيدة بنت جارتنا. وشو بدها كمان؟ قال اما اشتهت لنا زبدية رز بحليب لا تقرف، حطيتها بالمطبخ. ساوي لنا فنجانين قهوة نشربهم على الرواق انا وياكي. لا مالي فاضيت لك، بدي روح كمل لبسي. هلا اختي ام عدنان بتجي بتستعوقني. ها ليش لوين يا ميسر؟ دالين جماعة على بنت الكبابجي، رايحة انا واختي نشوفها. ايوه ميسرة. ليك اجيت. شو منلكن هالرز بحليب صهري؟ جارتنا ام مفيده اشتهتنا فيهم. ترى يا صهري لما بيقولوا الجار قبل الدار مو كذب. يا هيك جيران يا بلا. اسكب لك قهوه معي ولا تاجليها للزياره؟ اسكب لي صهري، اسكب لي. بشربها هون وبشربها بزياره. زياره الخير خير. شو صاير يعني؟ بتعرفي قديش الي ما شربت قهوه بعد الظهر مع اختك؟ قديش صهري؟ يعني بدك تقولي أكثر من 5 سنين، من يوم يلي فنت الخطبة لتحسين. طيب شو طالع بإيدها يا صغري؟ زيادة الخطابين دائماً بتكون بعد الظهر. إيه ما اختلفنا، بعد الظهر بعد الظهر. إيه بس في وحدة بتضل عم تخطب لابنها 5 سنين، إيش وشان خليت من البنات؟ مو قصة خليت صغري، بس هي جوازة مو ضحكة لعبة. بقى كل ما تأنينا وتروينا وتفحصنا وتمحصنا بيكون المكسب معنا بالاخير. طيب يا قهوتك صهري، ان شاء الله بيعيشوا هالايدين يا رب. بقى لا تواخذني بهالكلمه، انت مو كل يوم رح تجوز ابنك وتفرش له وتصمد له وتعد له وتمد له، يعني اقل منها ناخذ راحتنا بالخطبه ونترحرح. ايه ما اختلفنا، بس 5 سنين. صرت جاهزه انا. لك ليش هلا قهوتك؟ هلا بيسونا اياها هني. ماشي اختي، كل شيء وله مطرح عندي. ايه شو طلعت بزبدية الرز بحليب كلها؟ لا اختي مو هو هذا، انا حبيت ذوقها ذوقان. بس بيني وبينك، بالرغم من انه سكرها قليل والرز فيها متشتش وما لها شامة ريحة المزهر، بس يا اختي طيبة. اهلي خالي. سلمي على امك. كتير السلام. الله يسلمك يا رب. امشي، تأخرنا على الجماعة، مننزل على الدراج نزول. تعي الحقيني. يعني لو طالعت لي بورقتي يا نصيب مو هي. مو هي؟ لك هي الشنديرة ما غيرها. أنا شنديرة؟ مفيدة، بنت أم مفيدة جارتنا. الأريضة تقرضها، كيف ما التفتت؟ كيف ما برمت بلاقيها بخلقتي؟ هدول اللي بعتولكم الرز بحليب؟ يبعت لهم حمى إن شاء الله. ليش أنا إلي نفس أكل من أكلهم؟ يروحوا قبل ينظفوا بيتهم بعدين يسكبوا سكب للعالم. بس بدك تدغري لك أختي، نفسهم على الأكل طيب كتير. لك وأنا التانية شو صار لي؟ يو أريد تقرضني على قد ما أكلت من الرز بحليب، ليك وقاعد على معدتي مثل اللبسونة. ولا يهمك، هلأ لبين ما نمشي خطوتين ولبين ما نلاقي تاكسي بتهضمي. خلصيني. ان شاء الله يعجبك الرز بحليب. الرز بحليب يلي بعتلكن اياه، هذا عملته بايدي. ريتو يسلم والدي. الله يسلمك.
بابا يا بابا. نعم بابا. امر. شو وين الرز بحالي؟ خالتك ام عدنان طلعت بالزبديه وانا كملت باقي. طيب ماما وخالتي وين كانوا رايحين؟ مثل العاده بابا، رايحين يخطبوا لك. هذا اخر زمن. شو بابا؟ تضايقت لانك ما اكلت رز بحري؟ يا بابا مشان الله، وين انا وين انت؟ شو اللي مضايقك لكان؟ قل لي. يعني صدقني لو انا طالب عروس بمواصفات تعجيزيه كانوا خطبوا لي من سنين وارتحت من هالهم. بس العله اني انا مالي طالب شيء خارق او فوق العاده. كل اللي طالبه عروس ادميه وبنت حلال وست بيت. صعبه هي، بدها 5 سنين على اللوسل. اي والله راح على الناس. التأني مطلوب بابا، ومثل ما بيقول المثل كل تاخيره فيها خيره. تسلم لي عينها ما احلاها، سبحان الذي خلقها وكونها باحلى صوره. يعني يا هيك المكتم والتم واسنان يلي مثل صف اللولو، يا اما بلا. بعدين شفتي جاذبيتها بتغير العقل. اي والله بتتقرمط قرمطه على قد مو مجذبه. تسلم لقلبي شو نعومه. لك حاجه بقى شو قصتك ام عدنان؟ حاجه تنبرعي لي فيها. يو اي والله البنت ما فيها عيب يتعيب، يعني الواحد يحكي ضميره. واهلها كمان ما فيهم عيب يتعيب؟ ليش شبهن اهلها؟ إيه ما شفنا منهم الا كل خير، والله والنعم والسبع تنعام. لك تنفكحي الهي انت وهالطبع اللي اليك، يعني انت من يوم يومك بتخطفي الكبايه من راس المعون وبترقدي بدون ما تدوزني الامور او تربطي المسائل ببعضها البعض. لك اختي وبعرفك تروحي خنق. ما عم فهم عليكي اختي، شبهن اهلها؟ بخلا منشحين. يو ومن اللون البخل؟ ليش ما شفتي بعينك قديش ضيافتهم ثقيله؟ حصرتي عليك شو غفل. امشي امشي احسن ما يطيروا ضبنات عقلي منك. بعد شوي امشي لحقيني. صهري اذا اجيت للدغري البنت حلوه كثير كثير كثير، ما لها نظير. يعني قديش شفنا بنات بس مثل هالجمال الخارق؟ لا ما شفنا منه. لا وكله بكفه واهله بكفه على سلامتهم، جماعه اكابر واوادم وفهمه. وليش ما قلتي له انه بخلا كمان؟ ليكو الثانيه ليكو لسه بتقلي بخلا؟ يعني شو بدهم يساووا اكثر من اللي يساووه؟ إيه ما خلوا قهوه وعصير، ما خلوا كنايف واشاطي، ما خلوا شوكولاته وراحه الا وضيفونا اياها. بقى منلهم البخل اختي ام تحسين. والنيونات ليش ما جبتي سيرتها؟ انو نيونات؟ لك نيونات اللي مضويه كل البيت، مع انه عندهم ترياك من كبره تنحط بالجوامع. واذا شاعلين نيونات شو فيها يعني؟ لك شلون شو فيها؟ لا انت بدك تضلي هوشه وطوشه انت. لأنه أنا ما بجوز ابني لبنت أهلة بخلا، يعني نحن خطابين وأضرب وأطرح ورايحين بكامل هيبتنا وقدرنا مشان نشوف بنتهم، بيقوموا بيستكتروا علينا كم ضو تريا. خطابين أول مرة نحن منفوت لبيتهم بيقوموا بيشعلونا أضوية نيون يلي بتصفر الوش والعياذ بالله، كأنهم مرقنين. يبعت حمى لهالكم ليرة زيادة حق تشغيل لمبتين ثلاثة بالتريا. معلش يا ام تحسين معلش، ما بتعرفي عذرهم الجماعة بجوز مكنت كتريا. انو عذرهم انت التاني؟ انو عذرهم؟ ايه والله والله لو كانت بنتهم حورية من حواري الجنة ما باخدها لابني، ولو صار شو ما صار. شوف ابو تحسين الا البخل والانشحة، ولي علامتي ان شاء الله معقولة اخرة هالعمر تيجي لبيتي عروس عينها جوعانة من بخل اهلها. عاملين يا ننجو كوسه ورقه، اشتهيناكم فيها. يا عبي شو ليش معذبين حالكم؟ لا ولو عذابك راح، هدول لفتهم وحاجتهم بحياتي. مين تحسين؟ جيراننا بيت ام مفيده امي. مرحبا خالد. شو هاي؟ يا رنجي ان شاء الله يعجبوكم. ليش هالغلبة؟ لا لا غلبة ولا شيء، بس هيك غصينا لكم فيها. يلا خاطركم. الله معي. الحمد لله راكز تمام، شي بشهي.
منلكن هاليرنجيات طهري؟ شي طيب كتير؟ هدول سكبة من عن جارتنا أم مفيدة. يا سلام يا سلام على هالتتبيلة هي، أصولية تمام. اسكب لك معي فنجان قهوة ولا بتشربيها بالزيارة؟ وضروري تسألني أنت صهري، المنيحة ما بدها سؤال. ولبيت مين نروح اليوم؟ لبيت أم حمدي خرمة، قال عندها بنت حلوة كتير، بركي إن شاء الله بتكون من نصيب تحسين. تقبلاها هلا قهوتك، هلا بنشربها بالزيارة. حبيت عقد منافسي بعد اليرنجي، بس ويني؟ الله يهنيكم على هيك جيران، ما شاء الله وكان، كل يوم عم يبعثوا لكم على كل درس لون. لك قومي هلا خلصينا، رح نتأخر على الجماعة. سبحان الخالق العظيم. سبحان من أبدع وصور يا أختي. الحقيقي لون شفايفها، اسمرت لون عيونها، الليل سواد شعرها. بعدين شو شرطة هالعين هي؟ ما شاء الله حولها، شو هالأنف، شو هالتم، شو هالأوام، شو هالطول يلي مفرفح فرفحة. إيه والله بتفوت لجوات القلب من أول نظرة. إيه ما بدها تتاخدي فيها كل هالقد، شوية تانية شايفتك راح تشعري. بس البنت ما عليها حكي منوبها، منوب ما عليها حكي. بعدين وينك؟ أهلها ما كانوا شاعلين ولا نيونة. اترياتهم ما شاء الله وكان، كانت قادحة قدح ملات البيت. ملات البيت؟ ليش هذا بيت بالأول؟ يو لكن شو ها؟ قولي عليك شو غشيمة؟ قالوا شو؟ أنا جايبتك معي على أساس إنه نظرين أحسن من نظرة، طلع بلا مؤاخذة ما عندك نظر. أم تحسين مالك ملاحظة إنه أنت عم تعسري الأمور كتير؟ إيه لك أنا اللي عم أعسرها؟ امشي من قدام بيت الجماعة بلا ما يشوفونا عم نتنقر، امشي يا إعادتك أنت. والله يا أبو تحسين إنه الحلو ما بيخبي حاله، والبنت حلوة، حلوة مثل القشطة ما في كلام. لا في شغلة كتير مهمة وبدي أفهمها، أهلها هلأ كانوا شاعلين النيونات ولا التريات؟ تريات يا أبو تحسين، تريات. أما شو تريات؟ شي ماري تيريز وشي كريستال بوهيمي وشي ب22 لمبة وشي ب25 لمبة، شغلة عظيم. معنات الجماعة كرمة مو بعينه شي. هلا انت بس تشاطرتي وتفالحتي وحكيتي له على ترياك ماري تيريز، ليش ما حكيتي له على صوفة باب صقاقم؟ وشو بصوفة باب صقاقم بقى؟ ضيقة ومغمة وبتقمطه للقلب، يعني مترين بمتر، لا فيها كرسي ولا فيها أنصلية. وشو بدها بصوفة باب صقاقم؟ هلا المهم ابننا بده يتجوز البنت ولا الصوفة؟ شلون شو بدنا؟ أبو تحسين لا تفور لي دمي انت التاني، يعني معقول يجوز ابني لوحدة الفوتي على بيت أهلها بشعة كتير، يعني كأنك داخل بسرداب. أما والله هي سمعة أم تحسين من كل عالك عم تحكي الحكي؟ إلا كان من نصه المكتوب مبين من عنوانه، وصوفة باب البيت هي عنوان البيت، هي الواجهة. بقى إذا كانت الواجهة هي بقى كيف من جوا؟ أعوذ بالله، شي مغم كتير قد ما قلت لك وأزواج. ما بعرف انا اذا بتكون يعني احكي ضميري، البنت محرزه وحلوه وحرام تروح من بين ايدينا. لك يا ام عدنان، الناس الى الظاهر، انا ما راح اخذ لابني وحده من برا رخام ومن جوا شي تاني، يعني شي بيهبب البدن مثل مدخل بيت اهلها. يا عليم ويا لطيف تجعل البلا تصريف. إن شاء الله يكون أكلنا عم يعجبكم. عم يعجبنا بس، عم يعجبنا كتير. شو
يعني لو ما كانت البصلة ملدوعة شوي كانت الأكلة بتنهدى لملك. وهي فنجان قهوتك رح اسكب لك يا. لا صهري الله يخليك، ما بحسن؟ ليش بقى خير إن شاء الله؟ من كتر القهاوي اللي عم نشربها بزيارات لما عم نروح نخطب صار معي خفقة قلب الله لا يوريك. يا سلامتك، لساتك صغيرة على الحكي. الله يجبر بخاطرك يا صهري، بس تاري الخطبة بتضعف. يلا ستي هانت، بركي اليوم تجتمعوا لكم بشي بنت حلال ومن عيلة مرتبة، لا بيشعلوا نيونات ومدخل بيتهم عليه القيمة. عم تتمقلس بعدين. أعوذ بالله، عم بحكي الضغري. مهما تمقلست ومهما حكيت ابني بعبي وما بجوزه إلا على كيفي، لو بضل عم بخطب له 10 سنين تانية منيح. خلصينا بقى معدنا. يا حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي، شو نعومة، مثل النسمة، مثل الفراشة، مثل الطيف فرد شكل. ايه وشو كمان؟ شو كمان؟ ليش بقي شي كمان؟ ايه والله العظيم لو كانت كنتي مرت ابني عدنان بتقبل فيها ضرها لروح من بكرة اخطبها لابني عدنان. خلصتي ولا لسه؟ وهي شفتي بعينك مدخل بيت اهلها قديش حلو ومرتب، والجماعة مادين وصامدين بالانتري لحتى تقولي حاجة. خلصتي ولا بدك شي تاني؟ وترياتهم عم تشعشع وتقدح قدح حتى بنص المطبخ، شفت بعيني ما حدا قال لي. بقى شو قلتي اختي؟ شو قلت؟ قلت انه ابني ما له نصيب على هالبنت وخلصت القصة. خصمية يعني قد ما الواحد حكى وعد وصف بيضل الحكي مو مثل الشوف يا ابو تحسين. يعني البنت عندها حلاوة ونعومة ومنطق وحكي وقومة وتفتيلة ومن جميعه. طيب طمنيني، شلون فوتت بيت اهلها؟ يعني فوتت باب صقاقن هيك بتفرفح القلب وبتنعش الفؤاد؟ كأنك فايت على صالون، شو صيني شو شيني شو تحف شو فازات شو صمديات. ايه اللهم هنيهم. دخلك وترياتهم مشعشعة وضاوية مثل الشمس، ما بتقدر تثبت نظرك فيهم على قد مقادحة. فإذا شرنين. كيف شرنين ونحن ما شفنا منهم إلا كل ترتيب وصحون القهوة المبلولة والفناجين اللي عم تشر مايايا، هذا كله ما له حساب عندي. والله ما انتبهت. لا لكن ليه صرنا 5 سنين عم نتعذب؟ مو مشان ننتبه لهالتفاصيل البسيطة والصغيرة. الله وكيلك يا أبو تحسين، جابون صينية قهوة مجأجأة لشبعانة، اجيت أنا بدي أخذ الفنجان قام صار يشر علي مي من سفله. بالظاهر هني كانوا هلأ جالينه وحاطينه بالصينية بدون ما ينشفوا. عينك تشوف شو صار فيه. عم قلك تأمأمت إيدي وأنا عم نشف إدنه للفنجان بالمحارم، هني قاعدين عم يتفرجوا وما لهم عين ترفها. بقى بدك يعني بعد هالشي نطلب بنتهم لابننا؟ بالله عليك ابو تحسين اللي دغري قول احكي. مرحبا. اهلين اهلين خالي، فوتي تفضلي. لا عيني مستعجله كثير، بس حبيت ارجع لكم جاطاتكم وزباديكم، كان لازم انا ارد لكم السكبه بسكبه اكبر، بس مالي فاضيه لا تاخذونا. معلش خالي ولا يهمك، ما بدنا الا سلامتكم. كانه فوتت بيتكم، قصدي يعني مدخل بيتكم، رايح طوله مع عرضه مغمه. البنايه كلها لها نفس التقسيم خالي. ها ايوه، معناتها قضوية النيون اللي قاتحة من عندكم هي اللي كاتمة على بيتكم شوي. شوفي وشك شلون اصفر مثل لون هالصحن. خاطرك. مع السلامة. مبين جيرانكم بيت ام مفيدة مو مستفيدينكم بسكبة اليوم. شايفة يا معدنان غريبة ما؟
يلا انت حسين شبك يتأخرنا على جماعة. لك ليكني مالك شايفتيني لابسة خالصة بي إشارني بس. يلا شو ماما لوين رايحين اليوم؟ رايحين نخطب لك تقبرنا. تخطبوا لي. أهلا مفيدة. أهلا تفضلي تفضلي فوتي فوتي سلمي. أنا شفت يا أمي إنه مفيدة عندك كل مواصفات العروس اللي أنا بتمناها، آدمية وبنت حلال، والأهم من كل شيء إنها ست بيت ممتازة، وهي قالب الجاتو بيشهد على هالشي. وهذا شغل إيدي مرت عمو. بخاطركن. بظن هلأ إنه ما عاد في داعي إنكم تروحوا تخطبولي، لأنه أنا ومفيدة هلأ رايحين نتجوز. قولي على أمتي رح يتجوز الشنتيرة. خلي لي اياك. ايه توفيق اللي بشوف سلامتك. شكرا حبيبي. شكرا يعطيك العافيه. ايه من اولها توفيق خبرني لشوف شو عم تعمل الايام، شو عم تشتغل، وين عم تروح، وين عم تجي، قل لي لشوف. والله يا ابو لوتس مالي عرفان الله بعدي اسمه وين حاططني. اوف 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 خير. كل 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 توفيق كل نحن عم نحكي بصراحه، يعني حاسس بعدم توازن مع هذه الحياه. ليش يا توفيق؟ ما بعرف، يعني يا أنا غبي زيادة عن اللزوم، يا أما عقلي أعوج، يا أما لساني طويل، يعني ما كنت أفهم شو علتي على المظبوط. سلامتك يا توفيق. أنا شخصياً ما لي شايف فيك ولا علي. يا سيدي الله يبارك فيك، بس أنا وياك صار لنا أكثر من 10 سنين ما التقينا، وهالعشر سنين هدول أصابوني بالإحباط واليأس لدرجة ما عدت أعرف فيها شو لازم أقول وشو ما لازم أقول. يعني بجوز حضرتك يا أبو لوتس كمدير مؤسسة تقدر تعبر عن رأيك، تقول أشياء كتيرة، تقضي، تمضي، تحل، تربط، والقرار الأخير إلك. بس أنا مو هيك منو، أنا لا عندي رأي ولا عندي قرار. وفرضاً يا سيدي كان عندي رأي، فصدقني يا أبو لوتس ما بحسن أقوله منوب، لازم يضل هون هون حبيب صدري. شو هالحكي؟ ليش عم تعقدك للقد؟ الدنيا حلوة يا توفيق، بقى أملي هالنظارات السوداء على عيونك وعيش حياتك بتفاؤل. لكني أنا صحيح مدير مؤسسة بس عايش مرتاح ولا على بالي. على فكرة توفيق، أنت شو عم تشتغل الأيام؟ ما عم بشتغل شيء. معقولة؟ في إنسان بيقعد بالشغل بالأيام؟ إيه أنا. لا مو معقول منو. بصراحة صار عندي فضول أفهم شو عهدتك. خايف أمط لك قلبك بقصصي لمعدتي. لا لا ما بتمط لي قلبي، أنت صديق غالي ورفيق حارتي. بعدين أنا بعد العمر هذا صرت سمعان حكايه كثيره، بقى فضفض ولا يهمك. كل 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 هلسان مبرد، انا بحب الحومات البارده. كل قصتي متعلقه بهلسان. انو لسان؟ اخي انا لساني بتمي ما له فائده، يعني مثل الشختة مثل الزايده، وكيف ما درته بتمي بتنحدف البلاوي علي وبينزل طص فوق راسي. اوف 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 اوف. وليش بقى؟ والله بعرفك فهيم. مثل ما عم قلك يا أبو لوتس، أنا من زمان ما عاد استعملت لساني للحكي، ونسيت إنه الكلام من وظائف اللسان. لكن ليش عم تستعمله؟ عم استعمله للدوء واللحس. بلحس فيه دبس، بلحس عسل، بلحس حامض، بلحس حلو، بلحس مر، بلحس، يعني للحس فقط. لا تستغرب أبو لوتس، هيك أريح لي. لك يا أخي فعلاً أريح، يعني إذا بدي لاوق حدا بلساني بدي لاوقه، ما بقدر. أما أمرك عجيب يا توفيق، ليش هيك صار فيك بقى؟ ولا يهمك،
راح احكي لك قصتي باختصار وايجاز شديدين. هذا يا سيدي من وقت ما كنت صغير بالانداء يعني باللفه صوتي غير مسموع غير مرغوب فيه. مثلا خذ مثال، خالتي بدريه بتحبني وحكت لي عن ابي وامي شو كانوا يعملوا فيي وانا لساتني ابن اشهر. يا صبحيه تعي سكتي هالولد او على راسي. يلا يلا حاضر لك شبع، شو صار لك؟ اسكت بقى، العمى اكلوا اكلت وحفاظه مغير، شو لسه بدك؟ اسكت بقى، شو صار لك؟ اسكت عم قلك، صرعتنا وأريدة تقرض الاولاد وساعتهم، بس اسكت بقى خلصني. اخي الاباء الله يعينون الا ما دي اخلاقهم من الصغار، يعني بيكونوا تعبانين وهلكانين وبدهم يرتاحوا، بيجي الولد الصغير وبخش طبله اذنهم بصوته، يبقى شيء طبيعي يعيطوا عليه. المهم كبرت شوي وصار عمري 4-5 سنين، فصار اذا اجانا ضيوف وحبيت اضحك او اصراخ يخانقني ابي، يخانقني ويقول لي غص سكوت شو هاد عيب. ووقت نكون لحالنا انا وياه وامي وما في غربه بالبيت وحبيت نط والعب، كان ابي يصرخ علي ويقول لي هلا ما بدنا نعرف نرتاح بهالبيت، كن يحملك الجن. اجي لحتى احكي قاطعني ويقول لي عود بارضك، عود يا عود بلا لعي. قال له بابا انا، يقول لي هص اسكت على نصك ولا اسكت بلا لعي، العمى شو بتحب تجري العمى. كمان ما فيها شيء، انا ابي كان يعمل فيي هيك. مالك بالطويل. المهم فتت على المدرسة الابتدائية وكان عمري حوالي 11-12 سنة، يعني بالصف السادس. ومرة من المرات كان عنا درس إعراب. درسنا اليوم هو تطبيق عملي عن الإعراب المفعول به. رح نعرف هالشيء. إنما كافة ومكفوفة، يخشى فعل مضارع، الله فاعل مرفوع بالضمة، من عباده جار ومجرور، العلماء مفعول به منصوب بالفتحة، مفهوم؟ تفضل يا أبو. أستاذ معنى بهالطريقة بيختلف. أنو معنى يا أبو؟ معنى الآية الكريمة يا أستاذ. وشلون بيختلف؟ ظبط لي المعنى يا عبقري زمانك. أستاذ المفروض الله على أساس مفعول به مقدم وعلى أساس فاعل، والعلماء فاعل مرفوع مؤخر. ها؟ شلون؟ عود عود محلك عود. بس أنا حافظ الآية من الصف الثاني وال... إيه هص هص اسكت ولا حرف هص. بس أنا خلاص خلاص لا أضبط لسانك بحلقة، العمى ما أخبر. فعلا معك حق، شو هالغلطة الكبيرة اللي غلطها الأستاذ الكونفوشاري هاد؟ ما علينا أبو لوتس، ما علي شي، مرق لي إياها. ومرت الأيام وكرجت السنين وصرت بالجامعة، ومرة من المرات كان عنا محاضرة بالاقتصاد السياسي. وعلى ما تقدم فإن كارل ماركس يجب أن يظل اسمه محفوراً في أفئدتنا، مزروعاً في قلوبنا. يجب أن نعترف بفضله على البشرية جمعاء كمفكر سياسي قبل أن يجود الزمان منه. عفوا دكتور. تفضل. دكتور كارل ماركس من مؤسسين الشيوعيين، والكلام اللي عم تقوله لحضرتك بدل على تحيز واضح للشيوعيين. شو محفورا في قلوبنا ومزروعا في افئدتنا؟ شو هو بطل الابطال القوميين؟ بس 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 عيب اسكتك يا زلمه. بس عفوا دكتور، نحن لازم ندرس المناهج بحياديه بدون وضع خطوط حمراء تحت ال... لك اسكت عم بقول لك حكي فاضي، اسكت طلعك من القاعه. ليش شو حكيت دكتور؟ أنا عم بقول بجوز مثلاً إنه ندرس أرسل ميلاد، مع إنه يهودي، بس نحن عم ندرس أدب وما عم نتعرض ونتحيز لل... لا تحكي كثير، اسمعوا بس، فهمت؟ طيب دكتور أنا بشو أخطيت؟ أنا عم بقول لك لك يخرب بيتك شو تحب تاكل لو، لك يا غريب أنا اسمع، الله خلقنا ابنتين وتم واحد، بس اسمع مرتين واحكي مرة واحدة، مفهوم؟ بس دكتور حضرتكم ما عم تخلوني أحكي ولا مرة. لأنه كلامك بلا طعم، بقعد بمحلك وبدب لسانك بحدا، اسكت لا، بس وصرت اسمع حكمة لسانك حصانك وين ما رحت وين ما اجيت. وناس بيقولوا لي إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب،
وناس بيقولوا لي لا تخلي لسانك عدوك، اوعك ها اكسبه صديق، وعلى هالمقاييس قيس. ايه وبعدين؟ بعدين لما دخلت الجيش دخلته على كبر بسبب ظروف ما في مجال لذكرها هلا. المهم مره كان النقيب بالقطعه عم يوجه لنا بعض الملاحظات. اصيل انتبه. تاعد تارع تاعد. مثل ما قلت لكم ما بدي حدا يفوت لعندي ويطلب اجازه مبيت بالعاصمه، لانه اجازات المبيت ممنوعه من القياده من 15 يوم واكثر وحتى اشعار الاخر، وهذا الكلام موجه للجميع بدون استثناء ابتداء من الحجاب وانتهاء بالضباط، مفهوم؟ انا ما عندي دان منشطه ولا عندي ام من حميني. نعم سياده النقيب، حاجبكم ابراهيم وحاجبكم علاء بينزلوا كل يوم على الشام لا مقطوعه ولا ممنوعه، ومن 4 أشهر واكثر ما ناموا ليله واحده بالسكنه، مع انهم عزابيه ونحن متجوزين وعندنا اولاد، وبالرغم من هالشيء بس بس ولك تضرب بالموديل بس لسان. سيدي انا ضب لسانك بحلاك وخلاص. سيدي الواحد طولك طبرت صف تضرب شو سرسري. وضعي حولك نفس. ومرة من المرات كنت ماشي بهالطريق بهالليل ما شف لك إلا سيارة صدمت شرطي السير ولحشته بالأرض وهربيت. قمت أنا ركضت للشرطي أسعفته حملته على ظهري للمستشفى، كانت المستشفى قريبة. سلامتك سلامتك على سلامتك شوي خير شبه ما بعرف صدمته سيارة وهربيت. بس لا إصابته بسيطة حاسس جسمي مكسر ورجل يمين رح توجعني. خلي استريح عمو استريح على ما استريح. طيب روح استدعي الدكتور على بين ما انا في كل ازرار سترته وشرحه جراباته بركي بتروح عن شوي. ايه على عيني لو سمحت. شوي ايه ولا يهمك اسف دخيلك ولا يهمك حبيبي ولا يهمك. شوي دخيلك شوي العمى شو ها؟ شو هالميات اللي بجراباتك؟ منين جايبهم؟ خص ضب لسانك بحلقك وسكوت. العمى افتكرناك ادمي تاريك بتحب اللعي. ومرة كمان رحت على المستشفى مع أخي وكانت مرته عم تطلع، دخلوها غرفة العمليات وأنا وأخي واقفين برا. عفوا يا أنسي إذا سمحتي، ليش ما أجى الدكتور لهلأ؟ يعني معقولة مرتي رح تولد والدكتور لسه ما شرق؟ إيه طول بالك ما بقى إلا ينصر، هو كان عنده عزيمة وطول ضيوفه لحتى راحوا بس هيك. ها ما بصير هيك يا آنسة، بركي مخلوقة بدها قيصرية، بركي في عند استعصاء لا سمح الله، بركي الولد ملقح ببطنها بالعرض أو عندها تضيق أو حرام حرام تتعذب. مالك سمعانة كيف عم تصرح بالمقلوب مثل الديلة الجريحة؟ لك وين الدكتور؟ هذا الشيء طبيعي. لك ليش ما بدك تعمل؟ شو يعملوا لك؟ لك يا اختي اتصلوا بالدكتور استعجلوه، يعني ضروري يحضر بعد ما يولد الولد. شو اسمه الطبيب المولد لكان؟ يعني بعمري ما سمعت عن دكتور عنده عمليه وما بيحضرها وبيجي بعد ما تخلص. بقى وين صارت هي؟ وين؟ ومين بتكون حضرتك بلا زغره؟ مرت اخي يلي عم تولد. يعني اذا كان اخي ادمي وما بيعرف يحكي منوب ضروري انتوا تتمقطعوا فيها المقطعه. اسكوت خلص اسكوت اذا بتريد ولا تكتر حكي. انا ما عم كتر حكي، انا بدي اشتكي لل ضب لسانك بحلقك وحاجه حكي بلا طعمه. قال بده يشتكي مرت اخوك وحده مزعبره ونحن بنعرف شغلنا ما بدهم يقلنا، فهمت؟ ايه بس انا سكوت ولا حرف وعلى نصك اذا بتريد. اوكي لك وين الدكتور؟ لك ليش ما اكل هلا؟ يعني معقوله اللي عم يصير فيك انت؟ بصراحه انا ما عم صدق اذني. مثل ما عم اقول لك واستمر الحال على هالمنوال. ومره من المرات يا ابو لوتس شاءت الاقدار اني شوف بعيني حادث دعس صار قدامي، وكانه الله سبحانه وتعالى حابب يشركني بمصائب هذه الحياه حتى يزيدني عبره وخبره. الو نعم. اي نعم انا رئيس مخفر. اي طبعا ولو بيشرفني احكي مع سيادته.
الو، احترامي سيدي. يا اهلا وسهلا. اهلا سيدي. نعم نعم سيدي، السائق اليكو عندي هون. الولد؟ لا، الولد بعثناه عن المستشفى، يمكن حالته حساسه شوي لانه مكسر تماما وغايب عن الوعي. الله يخلينا اياكم يا سيدي، والله كلكم مزار. نعم سيدي. لا 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 لا، ولا يهمك ولا يهمك، شغلي عندي انا. ايه طبعا، والضبط كمان بده يطلع من عندي. نعم سيدي. الله يخلينا اياكم يا سيدي، كلكم مزار. لا والله يا سيدي، سلامتكم ما بدنا شيء ابدا. سلامتك سيدي، الله معكم. مع السلامه سيدي، الله معكم. مع السلامه. مع السلامه. احترامي. معلمك عم يطمن على الولد، شايف الاخلاق العاليه. يا ريت كل الناس مثله، كانت عمره البلد. لك يسلموا لي الاكابر كلهم. المهم هلا افتح محضر ضبط يا سعيد. اللي بقى يا ابراهيم، شلون دعست الولد؟ مو انا اللي كنت سايق سيدي. شلون مو انت بقى؟ مو انت سايق سياره سياده المسؤول؟ مزبوط، بس اليوم حب يسوق سياره بنفسه، وانا كنت راكب الدور لما دعست الولد. هلا بلا لف ودوران، سياده مسؤول عم يقول انك انت كنت سايق السياره. مو هلا تفهمته على التليفون؟ بقى لفها يا ابراهيم، الله يرضى عليك، وخلينا نكتب هالضبط ونختمه ونحوله على المحكمه ونخلص. يا سيدي انا ما بفهم الا مع الحق، وسيادته هو اللي كان سايق السياره، وهو بيعرف والكل بيعرف انه سجلاتي بالمرور نظيفه، وبعمري ما عملت حادث مع انه صار لي اكثر من 30 سنه بسوق سياره. عفوا سيدي بتسمحوا لي؟ تفضل. عفوا، مين الاخ؟ سيدي انا كنت بمكان الحادثه، وانا اللي اسعفت الولد، وبصراحه سياده المسؤول هو اللي كان عم يقود السياره، شفته انا بعيني يا سيدي، ولما دعس الولد نزل من السياره وركب تاكسي ومشي. اسكت اسكت حاجه لاي، لو لا تحكي راح اسالك. بس يا سيدي هالزلمه مظلوم، وانا الشاهد الوحيد على الحادث. بقى لا تطبشوا الشربه براسه لهالمسكين، خطي ما بيجوز، لانه اذا كان سياده المسؤول له حصانه فهالمسكين ما له حصانه الا عدلكم يا سيدي، ما له الا عدلكم ورحمه رب العالمين، وانا على هوا ما شفت. ولك يخرب بيتك، شو بتحب تكتر حكي؟ قلت لك هس واسكت وخلاص وضب لسانك بحلقك، ولا تحكي لحتى اسالك واقف على الجنب. بس على نصك، لانه عم اقول لك على نصك. لعم اهل الابتراء السافر، مسؤول عم يقود وزارات ومؤسسات، ما راح يعرف يقود شقفة سيارة؟ شوفوا على الافتراء شوفوا. لا انت عم تمزح ولا عم تحكي جد توفيق؟ اقسم لك يا ابو لوتس، ما في كلمة زيادة حكيتها، ولا كلمة بهالقصص اخترعتها، عم انقل لك شو صاير معي بالدقة والتفصيل. طيب اللي بدي يفهمه، انت هلا شو عم تشتغل؟ يعني شغلتك الرئيسية شو؟ هلا ليش لوجع لك راسك؟ ما في شغلة بتخطر على بالك ما اشتغلتها، حتى اني مرة اشتغلت صحفي بمجلة، وكالعادة كنت عم احضر مؤتمر صحفي لمسؤول كبير. اهلا يا شباب، مرحبا. يلي حابب اقوله بهالمؤتمر وباختصار انه نحن اقتصادنا متين، متين جدا، ومبني على اسس علميه مدروسه، وعلى تبادل السلع الصناعيه والتجاريه والاستهلاكيه بيننا وبين مختلف الاقطار العربيه والعالميه، بالاضافه لانه نحن منشجع ببلادنا استثمار رؤوس الاموال وخاصه للاخوه العرب، والباب مفتوح على مصراعه أمام رؤوس الأموال يلي بتحب تتدفق على القطر بنية التسمير والاستثمار. طيب سيدي بتسمح؟ تفضل. سيدي كل يلي تفضلتوا فيه صحيح 100%، وهذا بدل على تفهم كبير من الجهات العليا لوضع بلادنا، والله يعزها ويعز كل الشرفاء فيها. بس نحن كصحفيين، اختصر لو سمحت. حاضر سيدي. نحن كصحفيين منختلط بالناس كتير، والشكايات اللي عم تجي لمكاتب مجلتنا كلها عم تكرس شغلة وحيدة، وهالشكايات صادرة من المستثمرين وأصحاب الأموال. وشو هالشكايات بقى؟ قانون تشجيع الاستثمار من المنجزات المهمة يلي بلدنا بتفتخر فيها، ما في نقاش سيدي. بس مثلا إجانا للمجلة مستثمر مليء من إحدى الدول، عم يقول انه جاب امواله واجى لهالبلد حتى يستثمرها بعد ما لمس الاستقرار والامن اللذين قلما يتمتع بهما قطر اخر. بس المسكين سيدي ضوعوا بهالوزارات والمؤسسات وهن عم ياخذوه ويجيبوه. هس هس سكوت، شو هالحكيات؟ سيدي عفوا خليه يكمل.
لا تخبص بالفصة، الله يرضى عليك، تكون واقعي واحكي مزبوط. سيدي أنا عم بحكي لك قصة واقعية مو من تأليفي. ومين هو هذا المستثمر بقى؟ شو اسمه؟ نحن عم نحاول نحط المستثمرين على راسنا يا أخي، شو هالحكي؟ يا سيدي اسمه الشيخ بردان بن مذيب البخيتان، وهالزلمة هاد عم يصطدم بالعراقيل يلي عم يحطوها قدامه، والمخالفة أصلا لروح القانون. بلا علاك، بلا علاك لو سمحت. سيدي عفوا، شو بلا علاك؟ شو؟ الشغلة بدها معالجة. وشو نوعية هالعراقيل بقى؟ يعني عفوا سيدي، مثلا الضرائب والرسوم التعسفية وتحويل العملة وسعرها وفرض كوميسيونات خيالية، مو للخزينة العامة، لأنه الخزينة ما بتاخد كوميسيونات، وإنما لجيوب بعض المنتفعين وبعض صغار النفوس ممن شاءت الأقدار أن يكونوا في موضع المسؤولية، بالإضافة للروتين البشع. وكل هالشي مبني على اجتهادات شخصية سيدي مخالفة للتسهيلات الواضحة والمنصوص عنها أصلا بالقانون. شو هالزعبرة هاي؟ هلأ ما رح تعرف تسكت أنت؟ سيدي ما خلص كلامي. وعلى هذا فإن هذا الشيخ البردان مل وسحب مشروعه وطلع من البلد يا كبة يا دعسة، وسافر خصيصا للمدينة المنورة مشان يمسك شباك النبي ويحلف قدامه بأنه ما رح يرجع يستثمر ماله بهالبلد طول ما في بصدره النفس يتردد وطول ما أمثال هؤلاء المنتفعين موجودين. وأنا من هذه القصة التي أرجو أن تكون استثنائية أطلب من سيادتكم توجيه كتب واعتذارات. هلأ ما رح تعرف تسكت؟ سيدي بقيلي كلمتين. هص سكوت إذا بتريد. أنت من أنو مجلة؟ صوت الحر سيدي. حر مر خلاص، ضب لسانك بحلقك وسكوت. يا أمرك سيدي. سكتنا سكتنا، تفضل. إن قانون الاستثمار يأخذ على ثقة دون قيد أو شرط تجزيع رؤوس الأموال التي. ولك يقطع لي هالسان شو طويل، يقطعه. شو أعمل بحالي؟ قصه، أسره، ابلعه، إلزقه بسقف حلقي، اشوي، اقلي، تعمير القطاط. احترت بحالي يا أبو لوتس، والله احترت. حتى أني مرة كنت عم أحضر خطاب للمدير العام تبعنا والتلفزيون عم يسجله. ونحن في هذه الوزارة نحرص على تعليمات الجهات المخططة، وأنا كوزير موظف للخدمة العامة وأعمل ما بوسعي لتشجيع الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكلكم تعرفون هذا. كما أنني عفوا معالي الوزير، تفضل لشوف. أنا مثلا مهندس كهرباء وعينتوني حضرتكم معاون رئيس شعبة الأرشيف، بقى شو بيفهمني بهالشغلة أنا؟ وعينته معاون رئيس شعبة الأرشيف يلي قبلي. لك هس، لك هس وسكوت وضب لسانك بحلقة. ما الواحد يا سيدي الله خلينا ياك يا عم، بس لوين؟ هس سكوت، ما بدي اعرف لوين. هس سكوت، شوفي لك شو أبو سيدنا. كمل سيدنا ولا يهمك، بنشيل جملته على المونتاج. طيب فعلا الله يعينك على المواقف يا أخي. شو بدك تساوي؟ الدنيا فيها أشكال وألوان، بدك تتحمل. إيه وهيك أنا عم أقول. يسلم وديات. إيه سيدي، وأنت شلونك؟ شلون عايش؟ وين ساكن حتى أجي زورك ونوصل منقطع؟ أهلين وسهلين يا توفيق. أهلين وسهلين، أنت ما شرفت. هو الحقيقة أنا ساكن بالمالكي، طابق أول، سوكي مساحته 300 متر. وإذا حبيت تزورني بالمزرعة كمان ما عندي مانع. ليش عندك مزرعة؟ الله يتم عليك. إيه والله، مزرعة بالصبورة، مزرعة مرتبة فيها مسبح أولمبي وفيها ملعب تنس وفيها أشجار مثمرة كمان. بس عفوا سؤال. تفضل أخي توفيق، تفضل. يعني لا تأخذني، أنا بعرفك مثلي أندبوري، وبالنهاية أنت يعني مدير مؤسسة براتب بسيط وساكن جنب أهلك بالدويلعة، بقى شلون صار عندك هالمصاري وهال. ولك هص هص سكوت سكوت وضب لسانك بحلقك. حتى أنت يا بولوتاس.